ضرورة احترام الشروط الأساسية في التبريد وتوزيع الحليب ومشتقاته، توجيهات قدمها وزير التجارة كمال رزيق في أول محطة له بولاية البيض، مذكرا أن إشكالية المخبر مطلب من الأولويات. نحن بصدد القيام بإجراءات مع الحكومة إن شاء الله باش إعادة إطلاق هذه المخابر الأربعة، البيض، عين دفلة، بومرداس وتيبازا. مسائل التخزين ومسائل التسويق تعد من أهم المسائل التي تحظى بعناية خاصة من طرفنا، ونحن نلتمس التدخل كذلك وتساعدنا في هذه القضية إن شاء الله. السيد الوزير وهو يثني على إيجابية قطاع التجارة وطنيا، كرم بعض تجار البيض الذين برهنوا على المواطنة والتحدي خلال الفترات الصعبة من جائحة كورونا. اليوم كانت الالتفاتة جد طيبة من مديرية التجارة، تم التكريم تاعهم وذكرهم في بأنهم قدموا الكثير. وزير القطاع وخلال لقاء المتعاملين الاقتصاديين والشركاء المهنيين أكد أهمية الحوار، مبرزا أن الفضاءات التجارية العصرية والسوق البلدي إضافة فعالة لولاية البيض.